هنا كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو سهريج سواني. هو هذا سهريج سواني اللي هو من عهد مولاي اسماعيل كان كيخزن فيه الماء. هنا كان كيخزن الماء وهنا كان كيخزن الحبوب. هنا كان سميتو هذا مربط الخيل دخل وغادي ندخلوا نشوفوا واش كاين لداخل وخليكم معنا. مدخل ديال مربط الخيل هو هذا. هنا كانوا كيدخلوا من هنا دابا ما بقاش كيدخلوا من هذا الشدوه كما كتشوفوا الشدوده كولاو كيدخلوا من جهه واحده اخرى. هذه الدخله اللي كانت برينسيبال ديال مولاي اسماعيل كانت الدخله ديال مربط الخيل. مربط الخيل هو عباره عن خزائن اللي كانت في عهد مولاي اسماعيل، خزائن ديال السلاح ديال الحبوب وديال كل ما هو كيتعلق بالدوله الاسماعيليه. هذا الشيء كان في عهد مولاي اسماعيل. دابا البرينسيبال اللي كانت عند مولاي اسماعيل هذه سدات ما بقاش ولات باب من جهه واحده اخرى. ان شاء الله غادي ندخلوا غادي نشوفوا ما وراء هذه الابواب. الصور هذو كيف ما كتشوفوا معنا هاد الصور اللي غادي هنا راه ما مبنيوش بالحجر، كان تراب ومدكوك، تراب كثير ومدكوك مدكوك مدكوك، كان ما كاينش نهائيا الحجر هنا. هنا لو كان تخبر بحال هكذا كتلقى غير التراب بحال هكذا، يعني ما كانش الحجر، كانوا كيبنيو غير بالتراب اللي كان هو مبريسي ومدكوك، ما كاينش الحجر نهائيا. يعني هاد الصور هادو كيف ما كتشوفوا معنا واخا تقالوا غلاض وضع ولكن كانوا عباره عن ثوب عند التراب اللي مدكوك، ما كانش الحجر. المدينه الاسماعيليه كلها ما مبنياش بحجر، مبنيه بالتراب مدكوك. وشوفوا الصور شحال غلاض، وكانوا سيكوريتي وكانوا غلاض وهذا، وكانوا يعني متانين، هما ماشي حجر، اي تراب مدكوك. فوالا كما كتشوفوا معنا هنايا الطول ديال هاد الصوار الكبار راه شادين الطول، هذا الطول شادين العرض اللي هو داير بالمخازن ديال الدوله الاسماعيليه، المخازن اللي كان كيخزن فيها مولاي اسماعيل كاع اللي كيحتاجو كاع اللي كينفع بها الدوله ديالو. وهنا كان سهريج سواني، هنا الخزان ديال الماء، وهنا كيف ما كتشوفوا معنا سهريج سواني هو هذا طولا وعرضا. هذا هو سهريج سواني كان كيخزن فيه الماء، هذا كان كيخزن فيه الماء. العمق ديالو لحد الان ما معروفش، والعمق ديالو ما معروفش. وهذه هي العاصمه الاسماعيليه، وهذا هو الموطن ديال مولاي اسماعيل. ولا انا بقيه ولا نعاوده هذا الصدق دقيقه ولدي منين تولي تكرضى هادو كانوا المحاربين ديال هادو المحاربين ديال الجيش البخاري، هادو محاربين ديال الجيش البخاري وسنو